إذا خلينا نراجع راح نبدا نراجع المرة هاي راح نراجع التور جنريشن في السينكرونس موتورز. نبدا بمبدا عمل السينكرونس موتور. انا في عندي 3 فيز راح اجيب هون 3 فيز سبلاي اي سي سبلاي وراح ادخله على ستيتر تبع السينكرونس موتور. هذا 3 فيز سبلاي شيفتد ان تايم باي 120 degrees زي ما حكينا بنكون الاندكشن موتور وكمان شيفتد ان سبيس باي 120 degrees راح يتكون عندي وراح اسميه انا هون راح اسميه دي اس من ستيتر اس من ستيتر وهذا لاي سرعه راح يلف سينكرونس سبيد مش هيك راح يلف سينكرونس سبيد اذا هاي راح نسميها السينكرونس سبيد اذا هذا الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي موجوده هون اللي وديتها تسلا راح تلف بسرعه مقدارها اوميجا سينك وان سينك يساوي 120 في الفريكونسي تبعت هذا السبلاي اللي جاي هون الالكتريكال فريكونسي على عدد الفولز بير فيز احنا متذكرين انه هذا بنقول عنه بير فيز فولز بير فيز ما اخذتش هون عدد الديرز اوف فولز اخذنا عدد الديرز اوف فولز شو بتصير 120 60 وطبعا بامكاني احول من هذا احوله مره ثانيه لاوميجا سينك بقسم على 60 وبضرب في 2 باي بطلع معي اوميجا سينك وراح نفترض احنا هون الكونفنشن الاصطلاح تبعنا انه الروتيشن في هذا الاتجاه هو بوزيتيف كاسمع إذا عندي إذا هذا هون راح تكون عندي السرعة بهذا الاتجاه راح تكون أوميجا سينك بوزيتيف بهذا الاتجاه فهذا الدي اس اللي متولد عندي من الستيتر اللي موجود هون راح يلف الماجنيتيود تبعه ايش راح يكون؟ الطول تبعه كونستنت وعماله بلف عندي بهاي السرعة اللي هي 120 اف على بي هذه طبعا راح تفهم هون ايش؟ ايش وحدة هاي الأربية اللي بتطلع؟ أربية إذا بدي أحولها لراديانز بير سكند بقسم على 60 مضروب في 2 طيب هلا انا عندي كمان بعرف في داخل هذا الموتور السينكرونس موتور ايش في عندي؟ ايش الروتر تبعه؟ دي سي دي سي كمان شو يعني ايش سميناه؟ بيرمننت او الكترومغنت خليني ارسمه كالكترومغنت الان بس هو ممكن يكون بيرمننت مغنت راح ارسمه على كالكترومغنت فانا عمالي بفترض انه لو رسمته على كالكترومغنت كاني عمالي بقول هذا هذا طبعا ايش الماده هاي لازم تكون قبل ما الف عليها شيء هاي نفسها ايش لازم تكون فيرومغنتيك تمام احسن وبعدين بيجي عندي سلك بلف عليها من هون عدد معين من اللفات بحيث تكون عندي حسب قاعده اليد اليمنى حسب كيف بمرر التيار راح يتكون عندي هون اللي راح اسميه بي ار وار اخذتها انا من الرولر وهذا حولته لالكترومغنت تحول لالكترومغنت اللي هو عباره عن كويل مررت فيه كرنت ولفيته حوالين فيرومغنتيك ماتيريال وعملت شيبنج لهاي الماتيريال ليش عملت لها دائره من هون ودائره من هون؟ بتلف في داخل الستيتر اللي هون حتى تكون موازيه لشكل الستيتر حتقدر تلف وهذه الان راح تبدا تلف حوالين او راح تكون موجوده في داخل المحرك تستطيع انها تلف حوالين النقطه هاي من هون اذا صار عندي الان تو فيكتورز مضبوط؟ والفيكتورز هذول في بلين جاي مظبوط هاي هذا البلين البلين اللي وراء او البلين اللي روح هو التو فيكتورز اللي موجودين منهم هلا مين اللي راح يبدا في البدايه يتحرك؟ مين اللي راح يكون هو المتحرك؟ الستيتر اذا الستيتر هو السبب وهون راح يصير في عندي بي ار راح يحاول يلحق فيه حتى يعمل الاراضي زي لو عندي تتذكروا حكينا لو عندي تو ماجنتس لو كان عندي تو بيرمننت ماجنتس وهدول التو بيرمننت ماجنتس بلفوا حوالين هذا الاكسس من هون هيك بهذا الشكل لو حركت واحد من الماجنتس راح يحاول الماجنت الثاني يلف معاه راح يحاول تو كاتش اب يعني يلاحقه اذا راح يصير عندي هون هلا بين هدول الاثنين ماجنت هدول ايش وحدتهم الاثنين بهذا الشكل؟ تسلا تسلا اثنين ماجنتيك فلكس دنسيتيز هلا راح افترض هون انه عندي خليني ارسمهم بقدر ارسمهم باي شكل بدي اياه بس راح ارسمهم بهذا الشكل فراح احط هون هاي راح اسميها بي ستيتر الدوران هيك سمين اللي يلحقه بي ار خلينا نفترض انه بي ار هون بهذا الشكل اذا عندي هون بي اس عمال بلفوا كلهم عمالهم بلفوا بهذا الشكل على اوميجا سينك وعندي هذا هو الماجنتيك فلكس تبع الروتور هذا الماجنتيك فلكس اللي انشاه الستيتر الزاويه بين التنين انا راح اسميها جاما في زاوية ماجنتيك هذه الزاوية نظريا ممكن تتراوح ما بين زيرو لحد 180 درجة هاي الزاوية جام هذه مش دلتا هذه جام
هلا لما تكون الزاويه هاي جاما 0 ديجريز واذا فرضت انه التورك عندي راح يكون هو الكروس برودكت ما بين هذول التو فيكتورز مش هذا فيكتور وهذا فيكتور واحنا قلنا انه التورك بيساوي كي هي كونستانت سهلت عليه كونستانت لانه كي هي بتعتمد على تصميم المحرك هذا وشكله والدايمنشنز تبعته وكل بارامتر لخصتها كلها في كي لكن التو بارامترز المهمين هما بي ار بي ار بي اس بي اس وراح يكون عندي هذا هذول الاثنين موجودين في نفس البلين مضبوط او في هذا البلين اذا هذول موجودين في هذا البلين وانا عمالي بعمل كروس برودكت ما بين بي ار وبي اس وين التورك راح يكون عندي اتجاهه في هذا الشكل ومعناها انه التورك راح يكون لحظه الدايركشن تبع التورك وين راح يكون بنفس اتجاه الحركه التورك في الجنريتر راح يكون عكس اتجاه الحركه لكن هون التورك راح يكون بنفس اتجاه الحركه اذا بي اس بيتحرك في هذا الاتجاه الرود راح يمشي معاه مش هيك بنفس السرعه قد ايش سرعه الدوران بي اس 120 اللي هي اوميجا سينك او ان سينك طب شو سرعه الدوران بي ار نفسها وراح تضلها هاي الزاويه على لود معين على لود محدد راح تضلها الزاويه هاي جاما بينهم كونستانت اذا راح يلف عندي هذا بسرعه اوميجا سينك اللي هو الستيتر راح يمشي الروتر وراه حسب اللود طبعا كل ما كان قل اللود راح تقل هاي الزاويه كل ما زاد اللود راح تزيد هذه الزاويه وراح يمشي بي ار وراه بنفس السرعه لكن بينهم راح تكون هذه الزاويه وهذه الزاويه بتعتمد على اللود اللي موجود والكروس برودكت ما بين الاثنين هذول تو فيكتورز هون راح يساوي التورك اللي موجود. إذا التورك هذا بسميه تورك induced هو الميكانيكال تورك اللي بنشأ عندي. هذا التورك طبعاً مش بده يروح منه شوية فريكشن عشان أقدر أتغلق. بضل اللي بضل منه هو التورك اللي بقدر أستعمله وأمشي اللود فيه زي ما بدي. والتورك زي ما حكينا راح يكون بهذا الاتجاه هي الكروس برودكت بين بي آر وبي إس. الزاوية بينهم جاما. إذا هذول لو بدي أعملهم أشيل الكروس برودكت وأطلع كمان بالتورك يعني تاو. أخذوا هذا حتى بعد. لو بدي اخذ هلا هذا الماجنتيود تبعه راح يساوي كي بي ار كماجنتيود في بي اس كماجنتيود في ساين جاما ساين جاما بينهم جاما ممكن انها تكون زيرو اذا كانت زيرو قديش راح يكون عندي التورك؟ زيرو اذا مستحيل تكون زيرو لانه يكون في فريكشن حتى على لو لود راح يكون في عندي فريكشن فلما يكون اللود خفيف جدا قديش راح تكون جاما؟ صغيره 5 10 مثلا لما يزيد يبدا يزيد عندي اللود راح يبدا تزيد هذه الزاويه راح توصل حد معين زي ما حكيت من ناحيه واقعيه ما بقدر توصل 180 هلا راح اشرح ليش ما بقدرش توصل 180 لو ضليت ازيد التورك بزيد التورك عليها راح تبدا شو راح يصير هلا لما بزيد التورك على هذا السيستم راح تبدا الزاويه ما بين اثنين تزيد يعني راح الاقي انه اتاخر شوي الروتر بس ازيد اللود عليه شوي الروتر راح يتاخر عليه هلا في اللحظه اللي تاخر فيها سرعته نزلت شوي صغيره بس بعدين لما اوصل الزاويه المطلوبة ايش راح يصير بسرعته؟ راح ترجع زي سيارتين لو انت وصديقك ماشيين بالسيارة هو امامك وانت خلفه وانتوا ماشيين بنفس السرعة 80 كيلومتر بالساعة ملتزمين بالسرعة عشان الرادار موجود وبينكم المسافة ثابتة 120 متر مثلا جيت حكيت معك قلت لك اذا سمحت بدي تبطئ سرعتك شوي عشان تصير السرعة بينكم 160 شو راح تعمل انت في البداية؟ سرعتك راح تنزل شوي عن 80 كيلومتر بالساعة لفترة قصيرة جدا لحد ما قديش تصير المسافة بينكم؟ 160 شو راح تقول ترجع تعمل مره ثانيه؟ لانك لو نزلتها وخليتها نازله شو راح يصير؟ راح تضلها تزيد المسافه بينهم. اذا نحن راح يصير هون لما يزيد التورك شوي اللود تورك لود على هذا السيستم راح تتاخر بي ار شوي صغيره بسرعتها راح تنزل شوي صغيره حتى الزاويه تصير هاي تقدر تعطيني التورك الجديد. التورك الجديد راح يصير عندي مساوي للود راح ترجع مره ثانيه السرعه لازم تضل هالسرعه هاي مساويه للسرعه وهذا تعريفهم هو انه سينكرونس موتور. هلا هون اللي بدي اجي هلا احكي عن بينت اذا اللي شرحناه لحد الان كله صحيح 100% وجاما صحيحه بس المشكله انه في شيء قيمه سهله لجاما هلا الطريقه اللي وجدوها وجدتكم في كتاب تشابمان مثلا في طريقه اسهل اعبر عن هذول اني اعبر عن شيء اسمه لاحظوا الزاويه زي ما حكينا هون انا حكيت انه الزاويه هاي ممكن تضلها تزيد لحد نظريا توصل 180 في الواقع لو ضليت ازيد التورك ازيد التورك عند زاويه معينه جاما ما بين 90 و 180 راح يصير عندي البول اوت، ايش يعني بول اوت؟ راح يعطي ماكس التورك راح يوصل مرحله انه هذا الموتور ما بيقدر اذا زاد الزاويه اكثر من هيك ما بيقدر يعطيني تورك اعلى من هيك، راح يرد ينزل التورك عن القيمه الماكسيموم تبعته، وقتها شو راح يصير في المحرك؟ ايش بنقول؟ ستول راح يعمل ستول، والستولينج على فكره عمليه مزعجه هون، ليش؟ لانه لما يعمل ستولينج
هذا راح يبدا يقطع البي ار، والبي ار لما يبدا يقطع شو راح يصير بينه وبين بي اس؟ راح يصير يتقاطع مش هيك؟ فراح يصير عندي بي ار لسه ماشي على السرعه الاوميجا سينك، بي ار بدا يبط بي عفوا بي اس ماشي على السرعه السينك تبعته السينكرونس سبيد، بي ار بدا يبطئ. لما يصير يبطئ شو راح يصير؟ مرات راح يكون متنافر معه ومرات راح يكون متجاذب معه، هدول بنسميها بول سليبنج. شو بحس المحرك بيعمل؟ بيعمل فايبريشن، هذه اسمها العملية التوقف. هاي لما بزيد بوصل عند نقطة معينة اسمها بول سليبنج وفيها فايبريشن وبيطلع صوت من المحرك، لأنه العمالة بصير هدول الاثنين عمالة مرة بيحاول يتجاذب معاه مرة بيحاول يتنافر معاه، بس هو خلص مش قادر يعطي التورك المطلوب فمضطر إنه يوقف، فبصير عندي عملية بول سليبنج، يعني البول مرة بيتجاذب مرة بيتنافر، هو بمر عنه بس مرة بيتجاذب معاه مرة بيتنافر معاه، بس التورك الخارجي مانعه إنه يقدر يلحق السرعة المطلوبة، هون راح يصير عندي بول سليبنج. إذا في عندي بول أوت تورك بس أنا مش عارف شو بحصل على زاوية معينة جاما، حتى يسهلوا الأمور طلعوا فكرة جديدة أو أخذوا إشي جديد اسمه بينت، وهلا راح تشوف ليش بيساعدنا هذا بينت. بينت هو عبارة عن إيش؟ حصة عبارة عن جمع بي إس وبي آر. إذا عندي بينت بيساوي بي آر زائد بي إس كفكتورز، وبصير أجمع مش بصير أحط زاوية الجمع هون، هذه جمع الفكتورز فهي فيكتوريال سميشن ما بين هذول الاثنين، أوكي؟ هون صارت عندي زاوية جديدة إيش اسمها؟ دلتا. هاي الزاوية اللي بتهمنا. إذا بينت هو ما بيهمني أصلاً في حساب التورك ما بيهمني، المشكلة هون الصعوبة كانت إنه جاما مش زاوية سهلة إني أستعملها، الزاوية أسهل بكثير استعمالها شو هي راح نشوف هلا هي بينت. تتذكروا أثبتنا المرة الماضية إيش أثبتنا؟ أثبتنا إنه تاو إنديوست بتساوي كي دي آر في دي إس وتساوي كي دي آر في بينت. تذكرين الإثبات هذا؟ نثبته على السريع مرة ثانية. أنا بدي أتخلص من بي إس، فعندي هون بقدر أقول إنه بي إس شو بتساوي؟ بتساوي بي نت ماينس بي آر، مش بصير أعمل هيك؟ وهل بقدر الآن بي إس أعوضها في المعادلة الأولى؟ خلينا نسمي هاي المعادلة واحد وهاي المعادلة اثنين. راح أعوض الآن هاي بنسميها معادلة ثلاثة، راح أعوض ثلاثة في واحد، فراح آخذ محل بي إس إيش راح أحط؟ بي نت ماينس بي آر. فsubstituting 3 in 1 راح يعطيني tau induced بتساوي k هلا بي ار بتضلها نفسها كروس برودكت مع مجموع او حاصل طرح اثنين اللي هم من بي نت ماينس بي ار، وهذا بعطيني k بي ار كروس برودكت مع بي نت ماينس k بي ار كروس برودكت مع بي ار. لكن باي ديفينيشن الكروس برودكت اذا كان عم بعمل كروس برودكت بين فيكتور ونفسه قديش الزاويه بينه وبين نفسه دائما زيرو، قديش صار الزيرو؟ زيرو. اذا هذه كلها زيرو، اذا هاي شو بتساوي صارت؟ بي ار بي نت، اذا هاي المطلوبه صارت هاي مساويه لاثنين، اذا انا ممكن احسبها بالطريقتين، لكن هو انا ليش ما بحبش هذا التعبير اعمله انتروداكشن للطلاب بالبدايه؟ لانه بصير يفكر انه هو تفاعل بين بي ار وبي نت ما لها معنى. المنطقي اكثر يكون تفاعل بين مين؟ بين ستيتر والروتر. المنطقي اكثر انه اقول انه في عندي روتر وفي عندي ستيتر، الستيتر مرات في كرنت صار عندي ماجنتيك فلكس، صار تفاعل بين هذا الفيكتور وهذا الفيكتور في زاويه بينهم كامل. لكن لتسهيل الحسابات ايش عملوا بالكتاب؟ شاكر وغيره دخلوا بي نت، بس بي نت ما لها معنى، هي بي نت ناتجه عن بي ار وبي اس. فالاصح ان نقول ان التورك ناتج عن بي ار وبي اس، لكن لغرض الحسابات شو بنستخدم الان؟ بنلغي بي اس وناخذ بي نت، لانه هلا الزاويه دلتا السهوله صارت. هلا خلينا نرجع نراقب هذول الاثنين، هذا عندي بيساوي بي ار بي اس ساين جاما، لكنه كمان بيساوي اذا استعملت هذول ايش الزاويه بين بي ار وبي نت؟ دلتا. اذا هذا كمان بيساوي كي بي ار بي نت، لكن هون الزاويه شو صارت؟ ساين دلتا. يعني كأن عم نقول إحنا بي اس ساين جاما بتساوي بي نت ساين دلتا. هذا التعبير اسهل اني اشتغل فيه للسبب التالي، انه البول اوت بيحصل لما دلتا بتساوي 90. هذا هو السبب الوحيد. يعني اللي بيصير هلا بالبول اوت شو راح يصير؟ لما ببدا بزيد اللود على السيستم شو بيصير ببي اس؟ بدها الزاويه تبعتها تزيد، وحتى الامبليتود ممكن كمان يزيد تبعها، بتغير الامبليتود تبعها، بزيد الامبليتود تبعها وبتزيد الزاويه بينها.
لما بي اس توصل عند نقطة البول اوت وين بكون وضعية بي نت؟ لما بكون اعلى طرف ممكن بتكون بين نت. خلينا نرسمها. يعني رح تزيد عندي هلا جاما رح تضلها تزيد عندي وبي اس الطول تبعها رح تتغير. هي عندي هون بي ار. طبعا هي بي ار اللي بتتاخر عن بي اس بس انا عمال برسمها بهي الطريقة. في لحظة معينة لما بي نت توصل هاي الزاوية 90 رح يكون بي ار في بي اس في لها قيمة معينة. وهاي طبعا الزاوية كلها هي جاما. عند هاي النقطة رح يكون عندي البول اوت. لاحظوا هاي هون بي دي هون بي اس وهاي بي نت هون. مش 180 بتكون؟ لا ما بتوصل 180 ودائما انا قلت لك نظريا ممكن توصل 180 بس عمليا ما بتوصل 180 لانه رح يصير البول اوت تورك قبل ما توصل 180. عند هذيك اللحظه اللي جاما توصل قيمه انا ما بعرفها ما بقدر احسبها الان. اللي بيهمني انه في هذيك اللحظه عند البول اوت تورك هاي البول اوت تورك كونديشنز شو وصل بي نت 90 عند هذيك النقطه بصير البول اوت تورك ولذلك بي نت ودلتا افيد لي بالحسابات من مين؟ بي اس وبي اس وساين جاما. اوكي؟ ماشي. ولذلك احنا صرنا نقول الان انه التورك بيساوي اسهل اني احسب التورك انديوس كماجنتيود بيساوي كي بي ار بي نت ساين دلتا من هون. ولذلك تاو بول اوت شو بتساوي الان؟ اعلى قيمه له بتكون عند دلتا قديش؟ فول اوت 90 ساين 90 قديش؟ واحد. اذا هي فول اوت تورك من هون بقدرش احسبه من هون بس حتى افهم قيمته انه هاي قيمته موجوده هون. ماشي واضح هذا الاختلاف؟ اذا هاي نقطه مهمه عشان نفهم في البدايه التورك نشا عن تفاعل بي ار مع بي اس كروس برودكت ما بين الاثنين الزاويه بينهم كانت جاما. هذا واضح فهمنا من قبل هذا اللي بنتج عنه تورك. استعمالي لبي اس ودلتا مش سهل حتى اعمل حسابات، اسهل لي بكثير اني ادخل بي نت اللي هي محصلة بي ار وبي اس مش هاي مجموع هاي عبارة عن مجموع هذا الفيكتور وهذا الفيكتور هاي وزاوية جديدة بدل ما استعمل جاما الزاوية الكبيرة بس بعمل دلتا الزاوية الصغيرة. ميزة استعمالي هيك بهذا الشكل انه الزاوية البول اوت تورك بحصل عند الزاوية دلتا بتساوي 90. الاثبات مش معنى ما راح ندخل في الاثبات ليش انه هذا بيحصل عند زاوية 90 لكن هون عندي دلتا مهمة فصار عندي المعادلة انا غيرتها. بي نت انا عارف انه بي نت هي محصلة بي ار وبي اس بس هذه المعادلة هون اسهل لي اشتغل عليها وبعدين رح نشوف انه دلتا هي نفسها كمان الانجل بين في 5 واي 8.